مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار 8:30 من الموريتانية، والبداية بأبرز العناوين. تدشين منشأة مائية وأخرى كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لصالح قرية النمجاط في ولاية فراس. البرلمان التونسي يصوت لصالح حجم الثقة عن حكومة لحبيب الصيد بعد اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. مقتل 8 أشخاص على الأقل في تفجير مزدوج سيارتين مفخختين وسط العاصمة الصومالية مقديشو. مرحبا بكم في التفاصيل، ونبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين السيد باتريس تالون بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وشدد رئيس الجمهورية لنظيره البنيني حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التي تربط البلدين. كما وجه رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الاتحاد السويسري السيد جوهان شنايدر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس الاتحاد السويسري إرادة بلادنا الراسخة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون التي تربط البلدين. شهدت 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار في بعض الولايات الداخلية، وذلك على النحو التالي. نظمت سفارة المملكة المغربية في نواكشوط أمس حفل استقبال بمناسبة ذكرى عيد العرش. وقد مثلت الحكومة بل مثلت الحكومة في هذه الاحتفالية مثلت الحكومة في هذه الاحتفالية الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة مباركفال. كما حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية. قدمت سعادة السيدة عائشة من تمحيحم للرئيس الفرنسي سيد فرانسوا أولاند أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية الفرنسية. وعقب حفل التسليم الذي تم بقصر الإليزي خص الرئيس الفرنسي سعادة السفيرة باستقبال تم خلاله التطرق للعلاقات الجيدة التي تربط بين بلادنا والجمهورية الفرنسية. تم زوال أمس بقرية النمشاط بولاية ترارسة تدشين منشأة مائية وأخرى كهربائية بالطاقة الشمسية لصالح القرية، تم تنفيذهما من طرف وكالة النفاذ الشاملة. وقد أنجزت المنشأة المائية بتمويل من الدولة، بينما أنجز المشروع الكهربائي بتمويل مشترك بين بلادنا وشركة وينش إنرجي. قرية النمشاط تستفيد من محطة للطاقة الشمسية وشبكة للمياه الصالحة للشرب. حفل تدشين المنشأتين تابع خلاله المستشار الفني لوزير النفط والطاقة والمعادن أمين عام الوزارة وكالة السيد محمد وليرغيت والوفد المرافق له شروحا فنية قدمها القائمون
على المشروع. تتمثل هذه الشبكة في طول 8 كيلوات من التيو من عدة أقطار متفاوتة، وخزان سعته 100 طن على ارتفاع 15 متر، وست حنفيات عمومية و200 اشتراك خصوصي للساكنة من أجل تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب. يتكون هذا المشروع من محطة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث تحتوي هذه المحطة أيضا على نظام تخزين عن طريق البطاريات يعمل على تغذية المدينة. المدير العام لوكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية أكد أن إنجاز المنشأتين يدخل ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى إسعاد المواطن والتحسين من ظروفه. نحن بوكالة النفاذ الشامل نتشرف بأن يكون أولي إلينا هذا الجزء من هذا المشروع، وهو الماء والكهرباء في مناطق النفاذ الشامل، مناطق القروية الريفية والمناطق شبه الريفية، وهو أمر الآن نشرف عليه في كافة التراب الوطني. نتحدث الآن من النمجاط، ورقم النمجاط ما لها من خصوصية وما لها من أهمية. فعلى التراب الوطني اليوم ونحن نتكلم أكثر من 500 قرية موريتانية على جميع التراب الوطني تستفيد من شبكات مائية. هي قرابة 48 قرية تمت كهربتها بين عام 2015 و 2016، وفي 35 قرية تتم برمجتها في مثلث الأمل. عمدة بلدية تيكنت ثمن الإنجاز الذي يعتبر مطلبا مليحا لدى الساكنة. نفرح بإضافة صرح آخر في بلديتنا وفي مدينة النمجاط بالخصوص. إننا نعلم ما لهذا الصرح من أهمية خاصة. نائب الخليفة وفي كلمته الترحيبية أعرب عن تثمينه لهذا المشروع. مرحبا بكم، حابب المشاريع اللي مشاريع حابب هو حد كبير اللي يعمل لنا جاهزين ان شاء الله بالحساب وفي الامور هذه تجينا وناس ونصلح امور ونصلح امور حكومته وشعبه. المتحدث باسم القادرية ثمن الإنجاز شاكرا السلطات العمومية على جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع ساكنة المنطقة من خلال توفير مياه الشرب ومد القرية بشبكة الكهرباء. وأوضح السيد نيكولاس ويركالي الرئيس المدير العام لشركة وينش إنيرجي أن مؤسسته ستبقى على استعداد دائم لدعم قرية النمجاط وباقي المناطق بصفة عامة. سكان النمجاط عبروا عن ارتياحهم لهذين المشروعين. ما هو عصب الحياة والله، وكذلك اللي لاحق فينا مثلا بعض ما نقدوا نصوروا قلتلوا هذا الضوء يجونا قدوا أربع مرات ولا خمسة بالنمجاط. هون يتبدل أربع كيلوات، نختار يعود ضوء راوي ونختار هم اللي يعود معاه تقوية شبكة الماء. هذا الإنجاز زين عندنا ولا عندنا قد نقولوا كون عنا منعبروا عن فرح لبذل ذو. وتشهد بلادنا خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا بفضل الخطط والبرامج التنموية للدولة بهدف تعميم الخدمات الأساسية على القرى والأرياف والمدن. نشرتنا متواصلة من قناة الموريتانية بنواكشوط، تتابعون فيها ملفا بعنوان قمة نواكشوط نجاح بكل المقاييس. نظم نادي أبطال التايكواندو بالتعاون مع اتحادية اللعبة حفلا لتخريج الدفعة العاشرة من تلاميذ النادي الحاصلين على أحزمة التجاوز في مختلف الدرجات. وستساهم هذه الدفعة المؤلفة من 45 تلميذا في ترقية الحضور المحلي والدولي لممارس هذا النوع من الرياضات الأولمبية. استعراضات متنوعة اللوحات الفنية ومتعددة الأساليب والمشاهد قدمتها بروح رياضية عالية ومهارات قتالية رفيعة مجموعة من تلاميذ نادي أبطال التايكواندو خلال هذا الحفل الذي أقامه النادي بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للتايكواندو بمناسبة تخرج الدفعة العاشرة من تلاميذ النادي الحاصلين على الأحزمة. خيارهم لهذا النوع من الرياضات القتالية على أنه خيار صائب، على أنه يقارنوا بين وضعية أبنائهم سابق يوصلوا للنادي وضعيتهم عاقبهم ودور كلهم يعرف على أنهم خلق تحسن على مستوى جسمي والعقلي والاندماج الاجتماعي، ومتحسن على مستوى التحصيل المدرسي
وكذلك وقاية من الأمراض. أشكرهم على المجهود العظيم الذي تقوم به الاتحادية الموريتانية للتايكواندو بالإضافة إلى نادي أبطال التايكواندو، وهو مجهود يعنى بالاهتمام بالشريحة الشبابية ويعني اهتمامها بالرياضات البدنية، وهو أيضا يعني تخصص في منتهى الأهمية فيما يتعلق بالشباب نظرا يعني للجوانب الاجتماعية والرياضية العدة. حفل تجاوز الأحزمة سلمت في ختامه شهادة الحصول على الحزام الأسود درجة أولى لخمسة من تلامذة النادي، وشهادات الحصول على الحزام الأحمر درجة ثالثة وثانية وأولى لثمانية من التلاميذ، فيما حصل على الحزام الأزرق والحزام الأصفر 25 من تلامذة هذا الفريق خاصة من فئة الناشئين. المنتخب يالتو يبدأ من الأجبال الصغار، فهمتني، هو اللي نلوجوا كاملين لودو بالنسبة للمدربين والنوادي كاملين عادوا تركيزهم على الأجبال الصغار لأنهم هم اللي قدوة لهذا الوطن، وإن شاء الله كاملين مجتهدين على هذه الدورات دائما ديتم تخلق إن شاء الله، لأن هي المديور منها لين نخرج منها أبطال شاركونا في دورات عربية وأفريقية ودولية. نادي أبطال التايكواندو الذي يعد من بين أنشط أندية العاصمة على مستوى هذه الرياضة الأولمبية مثل موريتانيا في رياضة التايكواندو القتالية خلال دورة الألعاب العربية الأخيرة، وكذلك بطولة غرب إفريقيا بمالي، ونال عددا من المعادن الصفراء. صوت البرلمان التونسي أمس لصالح حجب الثقة عن الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد، وذلك بعد عام ونصف فقط من تشكيلها، وصوت 118 نائبا في البرلمان على اقتراح حجب الثقة عن حكومة الصيد التي واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشل في القضايا على الأزمة الاقتصادية والبطالة والحد من الهجمات المسلحة. يأتي هذا التصويت بعد توافق أحزاب الائتلاف الحاكم على فسح المجال أمام شخصية جديدة لقيادة حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباشي قائد السبسي. أعلن اليوم نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد له خلال لقاء جمعهما بدمشق أن وفد حكومته سيشارك في الجولة القادمة من مباحثات السلام السورية المنتظر انعقادها آخر شهر أغسطس القادم بجنيف. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعرب منذ أيام عن أمله باستئناف محادثات السلام السورية في أغسطس، مؤكدا وجود ضرورة ملحة لاستئناف المفاوضات خاصة مع تصاعد العنف في بعض المناطق السورية. انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم في محافظة عدن جنوبي اليمن، وقال شهود عيان إن السيارة انفجرت بعد مرور عدد من الدوريات العسكرية في منطقة المنصورة بمدينة عدن، وأكد الشهود أن الانفجار كان شديدا وأن أجزاء سيارة طايرت بفعل قوة الانفجار الذي لم يؤدي إلى سقوط ضحايا، ولم تعلن أي شيء مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر أي تعقيب من قبل السلطات الرسمية في عدن حول الانفجار. قتل 8 أشخاص على الأقل صباح اليوم جراء تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين استهدفتا مدخل مبنى إدارة المباحث الجنائية وسط العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت الحكومة الصومالية مقتل 7 من المهاجمين الذين أعلنت حركة الشباب انتماءهم إليها. وقالت مصادر أمنية إن تفجيرين أديا إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى. ويأتي تفجيران بعد 5 أيام من هجوم مماثل استهدف القاعدة العسكرية للقوات الإفريقية أميصوم ومكاتب للأمم المتحدة، وقع نحو 15 قتيلا معظمهم من حراس الهيئات الأممية، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه. حققت القمة العربية 27 التي انعقدت قبل أيام في نواكشوط نجاحا كبيرا من حيث التنظيم، وقد جرت فعاليات هذه القمة في ظروف جيدة على مختلف الأصعدة مما شكل قهرا لتحديات مختلفة كان البعض يراهن على تأثيرها على مستوى نجاح القمة. نتابع فيما يلي ملفا بعنوان قمة نواكشوط نجاح بكل المقاييس. نوق الشط استعادت دلالتها الأصلية ففككت من لكنة مولير
رمزية الدلالة، وإن احتفظت باسمها المنطوق على لسان عجمي نواكشوط. في ثوب قشيب تقود قافلة العرب، وهي تغازل أمواج الأطلسي وتتمايل على صفير رياح صحراوية، ساهمت على مدى قرون في اصطناع هذا الموقع الجيوستراتيجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية هناك على ضفة العرب الغربية وعلى حدود إفريقيا الغربية. أشياء كثيرة تغيرت، لعل أبرزها طرق القوافل التي هجر بعضها الأرض واتخذ له في دروب السماوات مسالك. هنا يستقبل مطار أم التونس قوافل العرب القادمين إلى نواكشوط في موسم من مواسم الصلة لم يتأجل. من كل بقاع العالم وفود حملت معها مشاعر الأخوة إلى إخوة في اللغة والدين قرروا إنقاذ القمة، أو كما قال رئيس جمهورية السودان. إنقاذ القمة كان بجهد استثنائي وفي فترة قياسية نضجت خلالها الاستعدادات على أكثر من صعيد، وتزينت نواكشوط كعروس عصرية في انتظار زوارها الذين انبهروا من مستوى التحضير واكتشفوا جوانب عديدة في كرم الضيافة الأصيل. وفي أتون معركة النمو الحضري حافظت الخيمة على مكانتها، كما حلق الشعراء في عوالمهم مشيدين ألطف القصيد وأعذبه، بينما أطرب الفنانون الجمهور بمقطوعات وأغاني عكست تنوع المنتوج الموسيقي ومراوحته بين ناي الصحراء وحنينه وأوتار الجيتار وإيقاعه. في الواقع تجملت نواكشوط، ولكنها أيضا كانت على مستوى التحدي حين قدمت للضيوف ما يلزم من خدمات لمؤتمرات كهذه. الصحفيون الذين زاد عددهم على المئات حظوا بمركز مجهز يلبي حاجتهم في عالم الملتي ميديا ويشبع نهمهم فيما يتعلق بالمعلومات الضرورية. أما على مستوى القمة فإن أعمالها جرت في أجواء ودية غيرت تلك الصورة النمطية الاستباقية التي حاولت التشويش عليها. إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة، على رأسها إيجاد حل عادل ودائم لقضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية، التصدي لظاهرة الإرهاب وإخماد بؤر التوتر والنزاعات التي تذكيها التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما يشكل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على الصعيد العربي رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة الرائدة التي تبوأتها بين الأمم خلال حقبة ذهبية من تاريخها. أصحاب الفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، لقد أدت الأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة العربية إلى اعتقاد البعض أن القضية الفلسطينية تراجعت في أولويات العرب بفعل الأزمات المتجددة، وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على الزهد في عملية السلام والتمادي في سياسة الاستيطان. إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وكل أحرار العالم، وستظل كذلك حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لها قائم على القرارات الدولية ذات الصلة وعلى مقترحات المبادرة العربية التي تمثل أساساً متيناً للوصول إلى الحل المشهود لتنعم المنطقة أخيراً بالسلم والأمن والاستقرار. فاستلمت موريتانيا الرئاسة، وكتب أحمد أبو الغيط أول حرف له على الأمانة العامة من نواكشوط، بل واستهل مأموريته بالدعوة إلى إصلاح الجامعة عبر مسار يدرس إمكانية تطوير هياكلها، وهو طموح طالما راود القمم السابقة، كل ذلك أيضاً من نواكشوط. القمة كانت ناجحة بكافة المقاييس، وأن النتائج التي تم التوصل عليها كانت في المستوى المأمول، وأعتقد بأن العمل الكبير ينتظر قادة رئاسة القمة وقادة الدول العربية، ونتفائل خيرا. قمة ناجحة بكل معنى الكلمة، هذا ما كنا نتوقعه، وبالتالي هذا الجهد الكبير الجبار الذي تم من خلال العديد من الجنود غير المجهولين، وبالإضافة إلى عمل الحكومة وشخص الرئيس، حققت هذا النجاح ليس فقط لموريتانيا وإنما لكل الدول العربية. القمة جمعت الأفكار والآراء، وإن شاء الله بيصير تشاور في كل المواضيع اللي تهم الأمة العربية. قمة نواكشوط أحيت الأمل لدى الجامعة باستمرار الجهود للتغلب على الصعوبات وتجاوز محن الأمة من خلال حلول أخوية
يقودها خلال المأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. مأمورية بدأت من نواكشوط في انتظار صنعاء، وفي غضون ذلك سيكتب في صفحات القمة أن موريتانيا احتضنت أعمال الدورة 27 لمجلس الجامعة العربية، وأن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيض شرع في مأموريته من نواكشوط. شكرا لزميل سعيد حبيب. وبهذا الملف نأتي إلى ختام هذه النشرة، إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تدشين منشأة بائية وأخرى كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لصالح قرية المجاط بولاية ترالسة. البرلمان التونسي يصوت لصالح حشد الثقة عن حكومة لحبيب الصيد بعد اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. مقتل 8 أشخاص على الأقل في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وسط العاصمة الصومالية مقديشو. ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله.